في الوقت الذي يتظاهر فيه موظفو القطاع العام في شوارع إسبانيا احتجاجا على الاقتطاع الأخير من أجورهم بمقتضى خطة رئيس الحكومة ماريانو راخوي التقشفية، الملك خوان كارلوس يحاول تهدئة النفوس خلال كلمة ألقاها عند ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بشكل استثنائي الجمعة للمصادقة على الخطة التقشفية الجديدة. الملك دعا إلى عدم إقصاء أحد من مردود التعافي الاقتصادي المنتظر مستقبلا بعد تضحيات التقشف القاسية، متأسفا بشكل خاص على الوضع الصعب الذي يعيشه الشباب الإسباني الذي بلغت نسبة البطالة في أوساطه 50%. الخطة التقشفية الجديدة تقتضي عدة اقتطاعات من أجل توفير 65 مليار يورو بحلول العام 2014، مثلما تقتضيه شروط مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية. من بين التدابير التقشفية التي تقتضيها خطة راخوي إقرار زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء المنحة الخاصة بأعياد الميلاد التي تضاهي أجرا شهريا كاملا بالنسبة لموظفي القطاع العام، إضافة إلى خفض نسبة التعويض على البطالة.